مساء الخير فصح مجيد لكل المسيحيين اللي بيتبعوا التقويم الشرقي اللي رح نسمعه ونشوفه هالأسبوع بعلمه خبر بده ثورة إنسانية مش ضد الإتجار بالبشر إنما ضد الوحوش اللي بتاكل لحوم البشر. بعد ادعاءات وأكاذيب المجرم عماد الريحاوي أصرينا على الاستماع لضحايا شيموريس فوجدنا أنه بعضهم مصاب بمرض السيدا. بدنا نحكي عن واقع ما بيقدر حدا يعيشه حتى بالكوابيس، هن بنكبتهم عفرق وطن وأهل وحرية بدائية هي حرية الجسم والفكر قبل حرية المعتقد والدين. وبدنا نتوقف الليلة عن جريمة زحلة ومقتل زياد القاصوف، فهل سيتم كشف الحقيقة بهالجريمة المستنكرة؟ من مواضيعنا أيضاً تعرض سمعة اللبنة اللبنانية للتشويه بعد إعلان وزير الاقتصاد منع 15 صنف من الأسواق والإعلان عن لائحة اللبنة ليس للتشهير وإنما من باب منع خوف المواطنين من أكل اللبنة والتشكيك بكل الأصناف. وأيضاً بالحلقة شباب علموا خبر أودعوا أحلام أحد المسؤولين، فهل سيكون القرار بإيدهم شي مرة؟ نتوقف مع العناوين. الليلة بعلموا خبر، لما الفاجر بحاضر بالعفة الضحايا بيردوا بعلموا خبر، والقرار الظني بيبين الحق. مين عم بيشوه صورة اللبنة اللبنانية؟ رد المسؤولين على شباب لبنان. مشروع ليلى مسموح وين ما كان إلا بعمان. شو في على حيطان بيروت بتسعين ثانية؟ جريمة زحلة مين خطط ومين أعدم زياد القصوف؟ حالتهم ما بتنوصف ببعض الكلمات، حالتهم بدها استنفار إنساني عالمي، وأكيد بعد في كتار مثلهم منسيين بمطارح سيطرت فيها الغرائز الحيوانية على المشاعر الإنسانية. منشوف هالتقرير ومنرجع للحوار مع ضيفتنا. عماد الريحاوي، أنت تاجر بالبشر مش بريء. بدي وجه شغلي لعماد الريحاوي أنه أنا مريضة بمرض السيدة، لأني أنا كنت أشتغل بلا كوندوم وكنت مرق كتير زباين بلا كوندوم مشان الزبون ما يزعل ومشان ما أكل أكل الصبح. حابة أوجه رسالة لعماد الريحاوي إنه أنا بدي إياه تخلي معي مثل ما كان أول زبون معي، حابة يكون هو آخر زبون معي. هاي لعماد الريحاوي، وشو شعوري إنه أنا مريضة وأنا خلص ماني موجودة بالحياة، إنسانة ميتة. نسيت أهلي، نسيت بلدي، بدي أتغير، بدي أصير وحدة تانية. طبعاً أنا جيت لعند عماد الريحاوي، بابا جابني لعنده وهو ضحك على أهلي هو وخالتي براءة. قالوا لي إنه شغل بأوتيل وأنا كنت بعدني بنت، جيت لعنده عزراء وحتى حكى مع ماما هذا الحكي. جيت لعنده بعد ما بابا وصلني وراح ولا يصارحني بالموضوع يقول لي دعارة. قلت له لا أنا ما فيني أنا بنت، كيف يعني دعارة ما دعارة؟ قال لي هذا هو شغلي. عماد الريحاوي اللي ارتبط اسمه بجرائم الإتجار بالبشر بعد أسره 75 فتاة حاول تضليل الرأي العام وقرر يمسح جرائمه الوحشية بشوية دموع مصطنعة. بدي الدموع اللي نزلوا تأثر هو بولاده، ما هو حرق قلوبنا، هو بكانا دم بدل هاي الدموع اللي نزلها هو. اليوم لاجي أنا اجبر بنت انها تشتغل وهي ما بدها ما فيني. اجيت انا على اساس انه عندي تصوير، انه فاتحه شركه انتاج جديده وانا جاي لهون. اجيت على هذا الاساس، عم بتفاجئ ولا هي منها شركه انتاج ولا شيء، انه مكان للدعاره. قلت لهم انا ماني شغلتي، انا طالبه جامعه لا تحرمني. نحن بنظام المحل ممنوع البنت تمارس الا بالواقع. كذاب. انا عملت ثلاث عمليات، عملت كوي، بعدين انا مره من المرات صابني التوالين من تحت، جابوا لي دواء مثل الأسيد، دواء شو بنحطه من تحت، أنا لدرجة إنه لحمي صار ينزل على الثياب اللي أنا لابستها، صار يلزق بثيابي اللحم تبعي من تحت. أنا من شو انصبت أنا بلا كوندوم؟ مرض السيدة أنا، من شو؟ من وراء الكوندوم؟ كان يشغلنا بلا كوندوم. لأنه أول شغلة أكثر أتلاتنا كنا ناكلها مشان لأنه بلا واقي يطلع الزبون يتشكى، يقلنا أول كلمة الزبون الله. الله بتزعل شيء، أنتوا لازم ما تزعلوا الله. إذا كانت شهادات الفتيات مش كافية لإثبات الظلم اللي تعرضوا له،
فشهادة الحراس واعترافهم كان أكبر إثبات على جرائم عماد الريحاوي. ومن أهم اعترافاتهم المدونة بالقرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق بيتر جيرمانوس هي اغتصاب العصيات وأرغام بقوة الضرب على ممارسة الجنس حسب مطالب الزبون ورغباته، إيهام الفتيات بالعمل بمجالات شرعية لجلبهم للبنان، إجبار الفتيات على ممارسة الدعارة مع أكثر من 10 رجال يومياً. نهار اللي ما بيشتغل المحل فيه بيشتغل له 3000 دولار باليوم. كنت اشتغل أنا لحالي كل يوم 20 دخلة، 25 دخلة، هي ما عدا يوم السبت، يوم السبت 30، 35 دخلة. تبين وبحسب التحقيقات أنه المتورط الأساسي بجرم الإتجار اللي تهرب عماد الريحاوي من ذكر اسمه ويلي تسرب لقاله عدة صور، اسمه الحقيقي فواز علي حسن من الجنسية السورية. موريس ما له علاقة، موريس كان هو الشريك لعلي الحسن، وباتفاقية من عماد وعلي الحسن أردفوا لموريس على السجن، صار له 3 شهور موقف. كان ينزل عن محله هو مسلح ويحطه قدامنا فرجينا إياه أنه هو مسلح معه، حتى الحراس اللي برا على البوابة كانوا مسلحين. 10 سنين عنده عم نتعذب بالضرب من ورا الزلب، الإهانة والضرب هذا الشيء. فكرنا مرة أنا ورفيتي ننتحر من ورا. أنا بدي أقول له كلمي خلصت، بس بدي أقول له خلصت يا عيال. وأيضاً هذه الموجوعة من عدم حماية الأمن، عناصر الأمن العام لإلها، رح يوصل صوتها هلأ للواء عباس إبراهيم اللي مطلوب منه يحقق ويدقق بكلامها. ورفيقاتها أيضاً عندهم كتير بعد خبريات يخبروها عن مشوار عذابهم لسنين طويلة قبل ما يتحرروا من مكان لازم يتحول يمكن لمتحف تعلق فيه مشانق اللي عم يعدموا إنسانية البشر. خلينا نشوف سوا. وين العدالة وقت اللي أنا بنت عم بتقلن إنه أنا عم بشتغل غصب عني، ما بدي أشتغل، طلعوني من هون، بعتوني ترحيل، بعتوني تسفير، بيطلعوا بيسلموها لعماد وبيكونوا مسجلين الحديث كلياته بيسمعوا اياه لعماد. بتيجي البنت بتاكل قتله، بروحوا لعنده ثاني يوم بياخذوا له موبايل. بنفس النهار اللي صارت القصه وطلعونا الامن العام، اجى اللي كان مستلم موضوعنا اللي حقق معانا، كان مستلم الموضوع، اجى لعند عماد قدام باب المحل بالشي موريس، طلع له هيك مصاري وطلع له تليفون ثقيل كادو. وقت طالعوا له اول شخص بيطلع مننا هو، وين بيوقف على باب الفرع واحدة واحدة عم يسلقاها على السيارة ياخدها يحطها. آخر كلمة إنه بدنا يبين حقنا والله لا يسامحه. أنا ما بدي شي منه، بس بدي إنه العدالة للصبايا البقية. أنا ما بدي شي. مثل ما كان يقسى علي ويضربني ويعنفني ويظلمني بأشد العقوبات لإله. إنه الله لا يوفقك، دمرت البنات كلهم، بتمنى إنه يوجهوا له أشد العقوبات، إنه مثلا بينما ينحكم مثلا جريمة تسهيل دعارة 6 سنين، لا بيتحكم بشيء هو الشيء اللي لازم يستاهله، هو الإتجار بالبشر والعنف، عمل كثير شغلات ضدنا وأذتنا. اللي بيعمل هيك ببنات العالم أو مثل ما بيقولوا المرأة ضلع قاصر، اللي بيقوى على مرأة واللي بيعنف مرأة وبيجبرها على كتير أشياء هي ما بدها إياها، هذا منه رجال ولنه إنسان. حب إله إنه هو كان يقول إنه ما عندي كبير غير الجمل، هلا بدي إله إنه في أكبر منك هو الله. معنا بالاستوديو الناشطة الحقوقية رانيا حمزة. شفتك تأثرت هلا مثل ما أنا تأثرت لو إنه كنت كمان أنا شايفتهم وقابلتهم للفتيات. وأنت كنت شفتيهم بمركز الشرطة رانيا، البعض حاول انه هيدي القضية يكون يحطها بإطار انها هي قضية دعارة، لكنها هي قضية اتجار بالبشر واكثر من هيك. شو بتقولي؟ يعني انا هلا عم شوف الفيديو وعم برجع اعيش كل اللي عشته معهم للصبايا، خاصة انه في قطعت كم بنت، في 3 بنات قطعوا وانا كنت قاعدة معهم وعرفتهم من صوتهم، بعرف اسمائهم، ما بعرف شو بدي احكي. يعني كان هني ناطرين اللحظة، انا بتذكر كانوا ناطرين اللحظة يلي انكمشوا من جهة انه تقدر تحررهم وتحميهم. للأسف ما كان الأمن العام هيدا الشيء، ومشان هيك هني هربوا لجأوا لليلة كيف صار معهم هيدا الشيء. شو منقول للي عم بيحاولوا هلا يعني يحطوا القضية بإطار انه خلص حكى عماد الريحاوي اللي بده اياه، والقضية بعد شوي بتتلفلف وبتتسكر، شو بتقولي لهم للي عم بيحاولوا وحتى من الأمن من القضاء من الكل اللي عم بيحاول يلفلف القضية ويسكرها على انها قضية دعارة، شو بتقولي له؟
يعني هني أصلاً بالأساس هي قضية تجار، وبتخيل بهاي الفرصة فينا نوجه تحية لمركز استقصاء جبل لبنان، لمفرزة استقصاء جبل لبنان، لأنه عملوا خطوة نوعية طبعاً. يعني عنا نحن قانون الإتجار طالع من 5 سنين، إذا بتطلع على المحاكم يمكن ما في بينعدوا القضايا اللي بيتاخدوا إتجار، كلهم كانوا بيتحولوا دعارة، وأصلاً لو ما تدخل موقع التحري كمان تحية هلأ بوجه لهم. ونحن بالمفكرة القانونية إنه نصوب إطار هاي القضية لأنها تصير إتجار مش مش دعارة، ويتأمل لهم ملاجئ بالتعاون مع الجمعيات مشكورة. بتخيل كانت انتجاجرت وصارت دعارة كمان ذات الشيء، بس هني هي إتجار جسمهم بيحكي، معاناتهم، شكلهم، عذاباتهم، طبعا القصص اللي حتى في اعترافات بالقرار الضمني، في اعترافات للحارسات وللحراس وللطبيب ولطبيب البنج وللكل وللشوفير. يعني رانيا يعني انا بدي اشكرك، لو وقتك قليل معنا، ولكن كانت يعني كان التقرير هو بيحكي، هن بيحكوا عن حالهم بهيدي الفقره. بتحب تزيد شيء؟ ايه بزيد شيء، انه نحن اصلا بالقوانين اللبنانيه اللي عم تتبع هي نحن عم نشرع الدعاره، لانه نحن اليوم في عنا قانون للاتجار بس بذات لمكافحه اتجار بالبشر، بس بذات الوقت نحن في تشريعات ثانيه غافلين عنا. يعني نحن عنا كيف بيفوتوا الفنانين على لبنان والفنانات، هيدي وسيله من تسهيل النظام الكفاله، نحن لما نجيب عامله منزليه هيدي كلها امور بدها تنظيم، ولكن هي القضيه تخطط في بالمحاكم اليوم في بالمحاكم قضايا اتجار بالبشر نتيجه مكتب استقدام عاملات. رح نبقى بعد الفاصل الإعلاني باتصال مع محامية الفتيات، يبدو أنه رح ناخذ الاتصال مع المحامية مهنا إسحاق، وبدي أكد أنه كلامنا منه موجه أبدا لأي وسيلة إعلامية، كلامنا موجه لكل المجتمع الأمني والمدني لحتى هيدي القضية ما تموت وما يضيع حق الفتيات. مساء الخير أستاذة مهانة. مساء النور، يعطيك العافية. شو تعليقك بعد يمكن ما فتنا بتفاصيل أكثر عن حياة وعذابات هالفتيات وأنت محاميتهم؟ هل بتلاقي أنه ممكن هيدي القضية بعد كل اللي انكشف أنه هيك تتسكر مثل ما أحياناً بتتسكر بعض الملفات؟ لا طبعاً طبعاً، مجرد مقابلة تلفزيونية مع أحد أشخاص متهمين بملف قضائي أو بجرم، هذا ما بيعني انه بغير المحاكمه. نحن قدام محل، قدام محاكمه، قدام ملف قضائي، ما زال قيد المحاكمه، وبالتالي كل يعني الضمانات القضائيه موجوده. انا بدي اقول انه هالمقابله اللي صارت الحقيقه هي منا استفزاز للضحايا والصبايا اللي سمعتوهم اليوم طبعاً. هي استفزاز للدوله اللبنانيه، استفزاز للقضاء اللبناني والقوى الامنيه وللنيابه العامه، هو استفزاز للقول، وهو تحدي للقول انه كيف يمكن لشخص متهم بملف اساسي بقضيه اجار بشر، هي جريمه جنائيه، وهو صادر بحق مذكر التوقيف غيابي، هو متوار عن الانظار، نعم، ويتم يعني يكون هناك مقابله معه على احدى المحطات التلفزيونيه لا يقول هالكلام. انا هون بدعي النيابه العامه بشكل سريع والحاح بانه تتحرك بشكل سريع لفتح تحقيق ومعرفة كيفية إجراء هذه المقابلة. لازم نحن ما عندنا ملجأ إلا القضاء اللبناني. القضاء اللبناني، نعم، القضاء هو الركن الأخير للدولة اللبنانية. يعني اليوم إذا كان في هذا الموضوع هو يمس بالقضاء ويمس بالعدالة في لبنان، ليس الموضوع موضوع دعوة عادية ممكن أن تمر مرور الكرام، في وليس مجرد حق. المسألة مسألة عدالة، مسألة، نعم، مساواة، نعم، مسألة نحن جميعا تحت القانون. لا يجوز أن يكون هناك هالقد من استفزاز للقضاء ودون أن يكون هناك أي تحرك. هل أنت هيك أنا بدأ. نعم نعم تفضل. هل أنت مرتاحة لسير الملف وخاصة بعد التوسع طبعا بالتحقيق وتوقيف الطبيب رياض العلم، علما أنه قد أقفل الملف من عند القاضي من دون استدعاء ولكن تم فيما بعد التوسع بالتحقيق؟ شو طبعا تعليق؟ يعني نحن اليوم هون قدام مراحل محاكمة عم تمشي وفق الأصول، صار في تحقيقات جدية، نعم، فعلا كانوا التحقيقات صارت بكل منطقية وشفافية وكان، نعم، في كفاءة، وهذا اللي أدى إلى كشف هذه الشبكة من تجارة البشر، وإلا مثل ما ذكر أنه كانت يمكن أن تكون
نعم استاذه مهانا، استاذه مهانا اللي اكدوه الفتيات على وجود شخص هو معلمه لعماد الرحاوي فواز علي الحسن اللي عم بيحاولوا كانوا يمكن يخبوه بمطرح لانه عماد الرحاوي ما ذكر اسمه ابدا، ولكن نعم. يمكن صارت مكشوفه ويجب الاقتصاص من كل اللي ساهموا بهالعذابات طبعاً للفتيات. طبعا هون اليوم نعم. الملف عندنا 26 طبعا موقوف. شكرا لك. في بعض نعم. 4 موقوفين غيابيا، ولكن نتمنى انه تمشي الامور وفق الاصول للوصول الى العداله. انا بدي اشكرك المحاميه مهانه اسحاق، شو تعليقك الاخير رانيا قبل ما ننهي هيدي الفقره؟ انا برايي بس في بنات لما حكيوا قصتهم قالوا عن اشخاص ثانيين ما انذكروا بتقرير، بيسوى انه الجهات المعنيه تتحرك وتلاحقهم، انه اكيد يعني القضيه مش واقفه عن موريس نعم. وسيلفر، اكيد في شبكات ثانيه وكلها شبكات اتجار، هيدي كمان لازم يتحقق معه وتتلاحق. هل انتم كمجتمع ناشط حقوقيا كمان بصدد انه تتابعوا بعض القضايا؟ نحن حاليا عم نتابع قضايا الاتجار كلها بالمحاكم، حاليا في حوالي 18 قضيه اتجار بالفتيات ولا باطفال كمان؟ اتجار بالفتيات واطفال وتشغيلهم للاسف يعني. حتى ما بس هيك، في حتى اتجار نابع من اسره، يعني تلاقي اب عم يتاجر بمارته وببنته الى اخره. بركي كمان بيكون محمر مواضيع معنا نظرا لاهميه هيدي المواضيع بحلقات لاحقه من علم وخبر. انا بدي اشكرك استاذه رانيا، ايضا شكر لاستاذه مهانا. بعد الفاصل الاعلاني فقره ثانيه، خليكم معنا. بعد الاعلان بعلم خبر، مين عم بيشوه صوره اللبنه اللبنانيه؟ رد المسؤولين على شباب لبنان. مشروع ليلى مسموح وين ما كان إلا بعمان. شوفي على حيطان بيروت بتسعين ثانية. جريمة زحلة مين خطط ومين أعدم زياد القصوف؟